قال كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نعم، الجنائز وهي الرجل الميت أو المرأة الميتة أو الطفل، هذه تسمى جنازة ويقال لها جنازة بالكسر. وهذه الجنائز لها أحكام. قال أولا: يسن الاستعداد للموت، لأن الموت يأتي فجأة. كل يوم عندما تذهب إلى المقبرة تجد من تصلي عليهم مختلفة أعمارهم، هذا عمره 90 وهذا عمره 50 وهذا عمره 30، وأحيانا أطفال رضع. ما الموت لا يعرف سنا. ولذا قال الشاعر: يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. فالمسلم دائما يكون مستعدا للموت، لأنك في كل يوم تموت، نحن كل يوم نموت، كما قال الله تبارك: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكل يوم نحن نموت ونحن في منامنا، ويقبض الله أنفسنا سبحانه وتعالى. فمن كتب الله تبارك عليه الموت تبقى النفس في العلو ولا ترجع إليه، يصبح الناس ينقذونه إذا هو ميت، فيمسك الذي كتب عليها الموت ويرسل الأخرى، فيستيقظ الإنسان من نومه إلى أجل مسمى. فنحن في كل يوم نموت، وذلك يسمى النوم الموت الصغرى. النوم يسمى الموت الصغرى. ونحن نقول إذا استيقظنا من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وعندما نريد أن ننام نقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. فالنوم موت صغرى، فلا بد الإنسان قبل أن ينام يكون مستعدا فيما لو لم يستيقظ. هل أنا مستعد في توحيده، في عبادته، في حقوق الله، في حقوق الناس؟ لأنه قد ينام ولا يستيقظ. وكم وكم من الناس نام ولم يستيقظ. فلذا الإنسان يستحب له أن يكون مستعدا للموت متى جاء. متى جاء الموت يكون مستعدا له. ويذكرون عن بعض السلف أنه أغمي عليه، يعني وظن أولاده أنه قد مات، وكان هو على كل حال يعني هو في سكرات الموت، فسكت فترة، غشي عليه أو أغمي عليه، فبكى أولاده فأفاق بعد ذلك ورأهم يبكون. قال: لماذا تبكون؟ والله لقد ختمت القرآن في هذا البيت أكثر من 400 مرة. قل: لا تبكوا علي، يعني أنا الحمد لله على طاعة. وعلى الإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الإنسان يسن له أن يكون مستعدا للموت متى جاءه. قال: ويكثر من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ولم يقل أذكروا، وإنما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقال هادم بالدال المهملة، ويقال هاذم بالذال المعجمة، يعني بنقطة أو بدون نقطة، هادم وهاذم، والمعنى واحد، الموت. الموت فعلا يهدم اللذة، حتى إن بعض من يعني خلنا نقول ملك الدنيا أو كاد يملكها، هو فرح بس مجرد تقول له ترى، أو هو يتذكر أن في احتمال يموت يضيق خلقه. طيب ما صار شيء للحين، كل شيء عندك، ليش ضيق خلقك؟ يمكن أموت، إن للحين ما مت. بس يعني فعلا الموت يعني ينقص على الإنسان فرحته، وأيضا المفروض يخفف عنك حزنك. يكثر الإنسان من ذكره يعني. وأعظم مصيبة أصيب بها الناس في الموت هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الإنسان إذا مات له عزيز يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعز مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن الإكثار من ذكر الموت مستحب.